اي استثمار اجنبي مباشر، وسنظل نعمل على كده، اي مستثمر اجنبي مباشر هيدخل من حقه في اي وقت انه يخرج. وبالتالي في ضوء اللي كان الظروف اللي عدينا بيها في الشهرين الماضيين، كانت الاولوية في ضوء الموارد اللي حصل ضغط عليها من سلع استراتيجية، بترول وقمح اسعارهم زادت وسلع اخرى، قلت مواردك من الدولار حصل خروج، كان الأولوية بالنسبة لنا كدولة نؤمن حقوق المستثمرين الأجانب، عشان ده شيء مهم جدا واستراتيجية وبأكد عليها، عشان كان في سؤال ايه رؤيتكم يعني للفترة القادمة. احنا بنؤمن بالكامل كدولة ان يبقى دايما مصر دخول وخروج النقد الأجنبي هو مؤمن. فكان الظرف كان حاكم جدا علينا ان احنا نعطي الاولوية لهذا الموضوع على حساب بعض القطاعات الاخرى اللي يحصل فيه نوع من الحوكمة في التعامل معها. الحمد لله قدرنا ان احنا نؤمن خروج كل الهوت ماني اللي ما يطلق عليه الهوت ماني والاموال الساخنة، وما اصبحش عليا النهاردة هذا الضغط. وبناء عليها كان توجيه فخامة الرئيس نرجع للاجراءات العادية في توفير مستلزمات الانتاج ومواد الخام. لكن زي ما بقول لحضراتكم، مشكلتنا النهاردة واعتقد في العالم كله، محدش شايف مدى زمني محدد لانتهاء هذه الازمة. التضخم بالارقام الهائلة اللي موجودة بتفرض علينا كحكومة ابقى دايما، وانا بقول لحضراتكم، ابقى حاطط دايما السيناريو الاسوأ قدام عينيا واشتغل عليه. لكن ربنا كرمنا والامور تحسنت وهو ده اللي الحمد لله بيحصل، خلاص يبقى انا مأمن نفسي من البداية. فعشان كده انا بس بوضح هذه الجزئية في هذا الموضوع. بالنسبة لي تأجيل المشروعات، زي ما قلت لحضراتكم احنا الخطة بتاعتنا موجودة، المشروعات اللي سارية والجاري تنفيذها دي مش ممكن تتوقف، لان دي هتبقى خسارة على الدولة. ولكن بنعيد ترتيب اولويات المشروعات الجديدة برضو في اطار مواردنا من العملة الصعبة، عشان نبقى دايما حاطين في بالنا اولا ان اي مشروع ليه مكون اجنبي هنؤمن ازاي هذا المكون الاجنبي. انا هنا بتكلم على مشروع جديد عشان يبقى عندنا رؤية واضحة لهذا الموضوع. انا هترك بقى لزملائي يعني بالنسبة لمعالي الوزيرة وكل الكلام ده، ولكن حيمكن اخر سؤال هحاول اجاوب عليه ان زيادة الرقعة الزراعية. ويمكن زي ما سيادة الوزير قال، الهامش بتاعنا او المحدد الاساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو المياه، موارد المياه. عشان كده مصر اللي بيتعمل النهاردة من مشروعات لمعالجة المياه وتحلية المياه وتبطين الترع والري الحديث وكل هذه المشروعات هدفها شيء واحد فقط، ان احنا نؤمن ونستفيد من كل قطرة مياه في مصر. وبالتالي انا بأكد، عشان يمكن كان السؤال مع موضوع سد النهضة، مصر يعني احنا لدينا حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، وبالتالي احنا لا نقف ضد اي تنمية بتحصل في اي دولة من دول حوض النيل. بالعكس احنا بنساعد، وفي مشروعات كثيرة بتتم في دول حوض النيل احنا بشركاتنا اللي بندخل وبنعمل هذا الكلام. ولكن يعني لن نقبل اي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه، وبالتالي احنا كمصر كدولة بنتعامل بهذا المنطق. احنا لا نقف ضد تنمية تحصل في اي دولة، ولكن في نفس الوقت بنتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل، وبنتعامل من هذه الاسس في هذا الموضوع بالهدوء والحكمة مع اشقائنا في الدول الافريقية. الرقعة المعمورة حاليا، المشروعات القومية فعلا النهاردة اللي بقت بتتنفذ مع اكتمالها هنبقى وصلنا الى 14% من مساحة مصر، بس مع اكتمالها. فاحنا بنشتغل على هذه المشروعات، ومش فقط هي مدن جديدة، المدن الجديدة كمساحة هي يعني اقل حاجة، المساحة الاكبر هو الزراعة والاستصلاح الزراعي. لما بنتكلم على 2 مليون فدان بنستهدف اضافتهم في الرقعة الزراعية الفترة الجاية، دي المساحة الكبرى، لان في الاخر المدن الجديدة لما نجمعها مع بعض ما تجيش حتى ربع هذه المساحة لما بنتكلم عليها. فاحنا ده شيء مهم.